السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول ولن نزول تحياتي للإخوان الشرفاء الشريفات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الأخ خزر محمد أيوز، تحياتي للإخوان. المهم، الموضوع ديال اليوم الاخوان، كما كتشوفوا العنوان اللي درناه، وندير لكم شويه تقديم الاخوان. الحمد لله ملي الشعب الحر راه بنادم ولا كيستوعب ويعرف الخطوره نتاع هاد الكمامر هادو نتاع اخر الزمان، نتاع هاد المجرمين هادو. غادي نعرفوا الناس، عندنا واحد الفيديو هنايا غادي نفوتوه لكم الاخوان، واحد الفيديو اللي تداول عبر الصفحات الفيسبوكيه، كنا غادي نفوتوه عليه في هذا اليومين المباشر، ولكن كانوا شي حوايج اخرين على ما نهضروا، ولكن الحمد لله معليش وصلت الساعه باش نفضحوا عاوتاني من جديد هذا النظام الديكتاتوري والايادي ديالو، الابيادق ديالو اللي كتمشى في الدوله المغربيه. علاش حنا الحمد لله دروك قلنا الشعب المغربي الحر؟ لأن الشعب المغربي في جميع المدن والعديد من المدن المغربية خرجوا وبقوا يجريوا على الدكاكين السياسية، كما قالوا لهم الإخوان ديالنا اللي راهم في سجون الذل والعار. الموضوع اللي غادي نهضروا عليه هو الفيديو نتاع الخلفي، مصطفى الخلفي. وقع له واحد المشكلة الإخوان، واحد المشكل كان حيين حي الأحرار والشعب الحر. اللي سمحوا لنا الاخوان، سمحوا لنا باش ما يمشيش الفيديو. مصطفى الخلفي، اللي ما كيعرفش شكون هذا مصطفى الخلفي، ها هو مصطفى الخلفي يا الاخوان، هذا هو. نحيدوا العلم ديال اليوتي، خليوها هو مصطفى الخلفي، هذا هو. هذا مصطفى الخلفي يعني هو اللي كيخرج الناطق الرسمي ديال البرلمان، نتاع البرلمان، وراكو تعرفوا البرلمان هو محمد السادس، هو السفاح، هو كلشي. مشى خرج وبقى يدير حملات انتخابيه كما العاده، كما كنعرفوا على الدوله الديكتاتوريه، هاد السياسيين كيبانوا غير 5 سنين لخمس سنين، من كيخرجوا الانتخابات كيخرجوا يديروا دوك، يخرجوا يديروا التعبئه. نتمنى من الاخوان شويه نتاع البارطاج الاخوان باش نوصلوا الكلمه ديال الحق بمشيئه الرحمن، باش يبان لي المباشر ما راهش يعجب، ما راهش هو هذاك. نتمنى نشوفوا الصوره والصوت واش مزيان ولا ماشي مزيان الاخوان. شوفوا الصوره والصوت واش مزيانه ولا لا الاخوان، الله يخليكم. على ما اظن ردوا علينا الاخوان الا كانت الصوره والصوت مزيانه باش نكملوا على المباشر مزيان. صافي، شكرا عادل الابراهيمي. على الموضوع ديال اليوم ديال هاد المجرمين ديال النظام العلوي، المجرمين هادو نتاع الانتخابات اللي وصلوا في هاد الوقيته هادو، خرجوا وراهم كيدوروا في الدوله المغربيه جنوبا وشرقا، شمالا وجنوبا، يعني في جميع المناطق راهم كيدوروا على من؟ على الشعب، كيكذبوا على الشعب. ولكن الحمد لله الشعب فاق، وكاين مبرر هنا. عندنا واحد الفيديو الاخوان غادي نفوتوه لكم، الفيديو كان حيي الشعب الحر، الشعب الحر المغربي انا كنقول، بالمدن بجميع المدن خرجوا. عندنا العديد ديال الفيديوهات ديال الاخوان ديالنا، تحياتي للناس ديال الصحراء، تحياتي لكم الصحراء لمواليها، ماشي العلويين هاد الديكتاتوريين هذو. عندنا واحد الموضوع ديال هاد الخلفي هذا، الناطق الرسمي ديال البرلمان، يعني هو وزير، كان وزير الاتصال، وزيد عنده بزاف ديال المناصب في الدولة الديكتاتورية. غادي نعطي لكم التعريف ديال هاد السيد هذا.
هذا السيد هذا كان في واحد الحركة حتى هو يدعي الإسلام، يعني بالإسلاميين بهذيك. المهم قبض البلاصة ديالو، صوتوا عليه 17,000 صوت سابقا، ولا يعني في العدالة والتنمية مع دوك المجرمين اللي دائما من كانت تدخلوا، اللي بغى يدخل الإخوان الويكيبيديا ولا يدير مصطفى الخلفي غادي يخرج لك تما إن شاء الله. نتمنى الشعب، واه الأخ واه الحمد لله، الشعب راه كيتحرك، الشعب راه كيتحرك الحمد لله. كنا كنقولوا فين راه الشعب، ولكن الحمد لله الشعب راه كيبان، راه كيبان على الحقيقة ديالو. الحمد لله الشعب راه كيخرج، وباش في هذه الوقيتة الإخوان باش تخرجوا في هذه الوقيتة ويخرج الشعب المغربي في هذه الوقيتة هذه وكيجري بحال على هاد الناس كيجري عليهم بواحد الطريقة حضارية، بواحد الطريقة راه الحمد لله. راه تعرف هذا الخلفي هذا راكو تعرفوا، المخزن في اليد ديالو، الشكامة في اليد ديالو، وهادو هاد البيادق هادو راه قبل ما كيمشيو لشي بلاص كيسبقوا لهم الشكامة وكيسبقوا لهم اللي كيحضيو والبوليس اللي يعني ما لابسينش الكسوة ديال البوليس بواحد الطريقة أخرى راكو عارفين، مي كيمشيو يديروا حملات دعائية. ومع ذلك الحمد لله كاين الأحرار اللي جالسين في القهاوي وخرجوا الحمد لله. مشى هذا المجرم، هذا المجرم، علاش نقولوا مجرم؟ لحقاش من كان قبل مع الشعب في وسط الشعب درج في ديك العمامة ديال الإسلامي كأنه إسلامي وزعما يتقي الله وهذيك وهذيك باش ينال الكسب والرضا ديال الناس. من كتدخلوا كتجبروا عاوتاني حتى هو داير في هذاك الحزب وإسلامي وتاتاتا مع هذا. المهم هذا الشيء اللي كتجبروا باش كيفوتوا للشعب. من كتفوت لهذا السيد هذا بحال هذا المجرم ديال كما كنقولوا هذا مصطفى الخلفي، علاش كنقولوا مجرم؟ لأن هذا السيد كيسكن في واحد المدينة سميتها سيدي بنور، وعلى ما أظن الحاجة اللي وقعت له في سيدي بنور. هذا سيدي بنور اللي خرج يدير الدعايات ديال الانتخابات، وهذيك هذيك البلاصة مات فيها، عاد تحرق فيها واحد الولد مسكين حرق راسه بالحجرة، على ما أظن 28 في شهر 8 حرق راسه بالحجرة مسكين ومات، مات مسكين بواحد الطريقة لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. والسبب هو المخازنية، اللي هو المخازنية والحقرة ديال ديك الدولة هذيك. هذا السيد ما ناض هضر، ما ناض تكلم، ما هضر حتى شي حاجة. كنقولوا له نعطيو له الجواب لهذا مصطفى الخلفي، علاش قلنا احنا مجرم؟ لأن أنت البلاصة المصطفى الخلفي فين مشيت تما وتدور على عباد الله، تما راه بنادم حرق راسه، بنادم واحد سميتو ياسين حرق راسه. علاش حرق راسو؟ بالحجرة ديالكم، بالحجرة ديالكم يا المجرمين، وداخلينها بالإسلاميين. غادي نفوتوا لكم الإخوان هنا، غادي تشوفوا الصح الفيديو كي داروا له الأحرار، الله يعزكم والله الحمد لله. الثقة رجعتوها لنا، هي ما كانتش مشات ولكن الثقة ولعات، والحمد لله كان عارفوا باللي الشعب راه زايد لقدام من كيجريو على هاد البيادق هادو. السيد عاد حرق راسو هذا ما هضرش، الناس ترمات في البحر ما هضرش هذا. الوفيات، واش غادي نقول لكم؟ هجرة جماعية، واحد العديد ديال المصائب، هذا ما هضرش عليهم. درك وصلت الانتخابات، هذا السيد هذا مشى بقى يدور على الناس، ولكن الحمد لله جاب الربحة كما كنقول لكم. هذو راه قبل ما يمشيو لشي بلاصة كيسبقوا الشكامة البرقاقة ديالهم، البوليس في زي عادي، كسوة عادية كيمشي وهم عارفين فين كيمشيو الأحياء، فين عادي يمشيو الأحياء الشعبية، فين كاين الناس بزاف، كيصيفطوا دوك البيادق ديالهم كيسبقوا باش يزينوا لهم شوية هذاك، وكيمشي بحال هذا المجرم يمشي يكذب على عباد الله. ولكن داروا له الحد ديالو في واحد المكان، نحييهم الناس، نحييهم الأحرار، وبالضبط المدينة ديال سيدي بنور، نحييهم الإخوان واحد التحية عالية لحاجة الخدمة اللي داروا له. غادي نفوتوا لكم هذا الفيديو هذا، الخدمة اللي داروا له لهذا السيد هذا. دخل القهوة وبقى يكذب عليهم تما، بغى يكذب عليهم تما، وقال له واحد السيد، قال له انتوما ما كتبانوش 5 سنين ل5 سنين، قال له انتم واش انت مالك اخويا اسلامي او ماشي؟ انا لا يا الاخ اللي قلت لي واش اسلامي ولا ماشي اسلامي، واحد الاخ هنايا استنى نجاوبه انا ما، ولكن وانت مالك اخويا اسلامي او ماشي اسلامي، مالك ومع هذه الاخبار؟ لا وطن لك، انت في بلدات الناس. الاخت كريمه اود اظن على الله تكوني مراكي، مراكي كتبتي تما.
ارد عليك اللي قلت لي اسلامي ولا ما اسلامي. الاسلام تاع العلويين هذاك، حنايا كنامنوا بلا اله الا الله محمد عبده ورسوله. امال الا كتقول لي واش اسلامي ولا ماشي اسلامي، انا يعني قلت لك من اسلامي هاد الاسلام باش يفوتوا الاسلام ديال العلويين باش يفوتوا للشعب، باش كيفوتوا للشعب. وهاد الاسلام واش تا كيقول لك باش نفهمكم شويه، نفهم هاد الاخت اللي قالت لك كريمه، قالت لك هذاك هو اللي معروف. واهلا ومسيلمة الكذاب، شكرا، تحياتي الناس انت تيزين تيشكا، تحياتي لكم. نعطيو لهذا نردو عليه، هذا السيد ولا سيدة على ما اظن الى حساب، قال لك اخويا واش اسلامي واش انت مالك اخويا، يعني الله اعلم. هذه كريمة، هذه اود اللي اعطاتنا قالت لك واش انت، حنا مسلمين الاخت. بصح هذا السيد هذا وهاد العثماني وهاد بن كيران وهاد هاد الكذاب اللي داعيو الاسلام باش كيمشيو يديروا لك انت، يا الا كتقول اسلامي واش الاسلام كيمشي يعطي الفلوس باش ترشح عليه، تعطي الفلوس للناس باش ترشح؟ يو فين راه لعن الله، فين راه لعن الله الراشي والمرتشي، فين راه لعن الله الراشي والمرتشي؟ مين انت يا اسلامي؟ مين هاد السيد الداعي الاسلام وهاد العثماني الداعي الاسلام وهذا يقول لك حنا اسلاميين؟ علاش ما كيقولوش الحكم نتاع الصح؟ لعن الله الراشي والمرتشي. مي كتديروا داك الدجاج محمر ومي كتعطيهم 100 درهم و200 درهم للواحد باش يمشي يصوت عليكم؟ واش هذا الشيء هذا؟ واش هذا الشيء هذا؟ هذا ماشي راشي، هذه ماشي الرشوه، هذا هو الاسلام العلوي ديالكم. ولكن الاسلام الحقيقي ماشي هذا، هو الاسلام الحقيقي ماشي نتوما الممثلين ديالو، ماشي محمد السادس هو الممثل ديالو، حاشا ولله باش تكونوا الممثلين ديال نتاع الاسلام. نتوما ارهابيين، قتلتوا الشعب، ندمتوا الشعب مسكين، ندمتوه مسكين علاش عايش في ديك الدوله هذيك معاكم، ما جبرش كي السلاك بيكم، واللي كيهضر تعطيه له الهراوه، واللي كيهضر تديوه للحباسات. اللهم ان هذا منكر، ويجي واحد يقول لك واش انت مالك مع الاسلام؟ اه ماشي مالي مع الاسلام، مالهم هادو مع الاسلام؟ مالهم هاد الناس اللي بغاو يشوهوا الاسلام؟ كيمشي عند الفقير يعطي له 100 درهم ولا 200 درهم يقول له هاك، هذاك الفقير اللي ما بغاش يقبض عليه واش يقول له؟ ايوا قبض باش قسم لك الله، قبض باش قسم لك الله، هذه باش يقتلوك، راه قسم لك الله، يعني هاك باش قسم لك الله تعالى. ومين يقول له شي واحد ايوا يقول له ايوا غدا يجيب الله، غدا يقول له ايوا من بعد انا واش تعادي ندير وراه هذه ما تقدنيش، يقول له يجيب الله، يجيب الله، قبض هذه دروك ومن بعد يجيب الله. كيفاش يجيب الله؟ نتوما مجرمين. انا كنقول هادو ماشي اسلاميين الاخوان، هادو ماشي، هذا العثماني وهذا هذوك اللي يدعوا دوك ائمه الكفر كاملين، نقول لكم كاملين اللي راهم في ديك الدوله هذيك اللي كيمشيو يركعوا لذاك السفاح هذاك، كل شيء فيلم واحد. غادي نفوت لكم هذا الفيديو هذا، لحقاش هاد الناس اللي قال لك انت اسلامي ولا ماشي اسلامي، نقول لك الاسلام كي داير، راه ديك الدوله المغربيه كاملين هما المرشحين كاملين نزلوا الفلوس في الجيوب بالبنوك وكيفرقوا على عباد الله الفلوس. الراشي لعن الله الراشي والمرتشي، علاش ما تقولهاش انت الخلفي؟ علاش ما تقولهاش العثماني؟ علاش ما تقولوهاش؟ الدوله كامله كترشح. ولكن كان نقول لكم انا الواقع اللي راكو كتشوفوا فيه. ومن يجي واحد يقول لك انت يا راك اسلامي مالك مع الاسلام، لا لا، الاسلام ماشي هكا، الاسلام ماشي تمشي عند بنادم وتقول له ما قسم لك الله، لا، ربي قسم، الله تعالى قسم لنا، عطانا الرزق، عطانا الرزق فوق الارض، عطانا الفواكه، عطانا الذهب، عطانا الفضه، عطانا الحوت، عطانا الماء، عطانا وجعلنا من الماء كل شيء حي، فين ما مشيت ربي عطا داك الشيء هذاك. ولكن الله تعالى وياك عطى الفوسفات في المغرب، عطى الغاز في الجزائر، عطى الدياموند في الكونغو، عطى من كتفرق على البلاد كتجبر كل البلاد عندها باش كتمشى. ولكن من كينوض السراقه ينوض يسرقك ويدي لك الرزق ديالك، ما تمشيش انت يا واحد تمشي تفرق على الناس وتقول ما قسم لك الله. ايوا رضا راه الله غدا ان شاء الله ربي غادي يرزقك، ايوا كل يوم وغدا يجيب الله. انا كتكذبش عليا تفوتو بديك يجيب الله باش بنادم يسكت يبلع الفم ديالو، لا، حنا نامنوا بلا اله الا الله، ولكن اعطيني الحق ديالي، اعطي المسكين الحق ديالو، اما تعطيش البنادم هذيك راه الرشوه هذيك، اعطي البنادم الحقوق ديالو، دير له الشهريه في كل شهر الخلصه ديالو كما راها هنايا عند اهل الكتاب.
عاد عادي نوضوا نهضروا الاخوان، سمحوا لنا عادي نفوتوا لكم ذاك الفيديو هذاك، غير رضينا على هاد الناس اللي كيقول لك الاسلام واش نتوما اسلاميين، واش راه ذاك القران الكتاب الحكيم، ها هو هنا، ها هو الكتاب الحكيم، راه هذا هو من كنقراوه تما اللي كنخافو، تما اللي كنخافو نقولوا يا ربي واش هذا المنكر هذا، واش هاد المنكر هاد المجرمين في الجمعه يمشيوا يفرقوا الرشوه ويمشيوا معاهم دوك الائمه ديال الكفر باش يسكتوا يقولوا ما قسم لك الله يا ربي غادي يرزقك قبض هذه درك وربي اعطيني الرزق ديالي، اعطيني الرزق ديالي ما تدوخنيش الله تعالى غادي يعطيك الله الرزق ديالي، ربي اعطاني فوق الارض، ربي خلقني فوق الارض، ربي اعطاني الفم بحالي بحالك، اعطاني النيف بحالي بحالك، اعطاني العينين، كل شيء جسم واحد، كل شيء فينا الدم احمر، كل شيء فينا الدم، وياك كل انسان فيه الدم، يعني ربي راه عطالك، ولكن تجي انت تقول لي ما قسم لك الله ودير لي هاد الاسلاميين باش يكذبوا على عباد الله، والحمد لله نعم كاع اللي كيديروا والرقيه الشرعيه وهذيك الفلوس هذيك يخلي راه موضوع، موضوع هذيك الرقيه ديال الشرعيه القران واستلغاء ويقرا في سكن الليل، القران ينصات يقرا في سكن الليل، من عادي تهضر مع هاد المجرمين يبيعوا لك بقاو يبيعوا. مهم الاخوان عادي نفوتوا لكم الاول يخرجونا من هم سبب في بعض الناس، والاخ اللي قال لك راه هما السبب اللي يخرجوا بالدين، قال لك راه هما السبب اللي الناس تخرج بالدين، هاد الناس هادو هذاك هو الركيزه ديالهم، هما بغاو هاد الشيء، بغاو الناس تكره الاسلام، شفت هاد الناس هاد المجرمين هاد الائمه ديال الكفر ديال المغرب نقول لكم، وهاد محمد السادس اللي يدعي اماره المؤمنين كيمشيو في الانتخابات ويمشيو للبرلمان ويمشيو يركعوا لمحمد السادس، يركعوا له ويعرفوا باللي الركوع لغير الله شرك عارفينها، وكيمشيو يدعيوا الاسلام، حاشا ولله الاسلام ما قالكش اركع، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالش الناس ركعوا للرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه السلام ما قالش الناس ركعوا لي، ولكن محمد السادس كيقول لك اركع لي، كتمشي عنده انت يا كتركع له. نفوت لكم الاخوان الفيديو ونحيي الاحرار، ما الناس اللي راها كتقول لك تقول لك انتم الاسلاميين حاشا باش تفرقونا على الاسلام، حاشا باش تفرقونا على الايمان بالله تعالى، الايمان بالله تعالى هو كلمة الحق، قول الكلمة ديال الحق واعطيني الحق ديالي، ما تقوليش ما قسم لك الله، ما قسم بيني وبين الله تعالى، الله تعالى الحسنات ليا انا يعني، واش تكندير واش تكنقول، ماشي يجي عندي واحد يكذب عليا يقول لي هو داك الشيء اللي قسم لك الله، فين تعرفت باللي الله تعالى عطاني داك الشيء هذاك، ربي عطاني الارض، ربي عطاني الدياموند، ربي عطاني الفوسفات، وداك الفوسفات تديه لي وتقول لي هاك 100 درهم، 100 درهم تعيش بها 5 سنوات، تكذبوا على عباد الله، تكذبوا على عباد الله بالاسلام، عا هي الناس الجمعه ولات الناس ما تقدرش تمشي تدخل تصلي مور ائمه الكفر، ما ولاتش الناس تقدر تمشي تصلي مور ائمه الكفر، واش ماشي من علامات الساعه، ائمه الكفر لا ايمان لهم، نفوت لكم هذا الفيديو هذا الاخوان، اعطينا لهم باش نقول لكم احنا هذا الدرس اللي يجي يكتب لنا ولا يقول لك راه الاسلام وانتم مالكم على الاسلام، حاشا ولله، هادو ماشي مسلمين هادو، هادو ماشي مسلمين الاسلام وسلام، اسلام واش هو الاسلام؟ هو الحب بين الناس، انما المؤمنون اخوة، انما المسلمون اخوة، الرسول عليه الصلاة والسلام كان محبوب عند الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام كان حلو عند الناس اللي كيشوفو كيبغيه ويهضر معاه، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش ارهابي بحالكم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش يفوت على عباد الله يقول لهم روحوا ديروا الانتخابات واعطيو، ما كانش في العهد ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، نقول عاد داروها في هذه الزريبه ديال السفاح ديال محمد السادس اللي يقول لك جدي الرسول عليه الصلاة والسلام لعنة الله عليك، لعنة الله. نفوتوا لكم الاخوان هذا الفيديو هذا نتاع الاحرار، والله باز عليكم اللي فوتوا له واحد الميساج وعادي عاد نهضروا عليه، ها هو سمحوا لنا، ها هو بانو
غادي نعاود لكم هذا الفيديو من جديد. الفيديو فيه 49 ثانيه ولكن قضى الغرض في 49 ثانيه. دخل هذا الصعلوك نتاع الخلفي يكذب على عباد الله، مشى للسواق ومشى ويطيح جاب الربحه، جاب الربحه عند الاحرار. غادي نفوتو لكم، راه مي كتشوف الخلفي يوقع له هذا الشيء عرف بلي الشعب راه يقرقب على محمد السادس، بلي الشعب راه يقرقب على السفاح، راه يقرقب على السفاح في الظهر. مين كتشوف الخلفي يوقع له هذا الشيء هذا، سمحوا لنا الاخوان، من تشوف هذا السيد هذا مشى يدخل لواحد البلاص والحمد لله ما شافش الكاميرا باللي الناس كتكاميريه، دسوا الكاميرا لتحت وبقاو يفيلميوه يفيلميوه. قال له واحد، قال له انتم كتبانوا بيه غير 5 سنين ل5 سنين وتنوض فيه جهنمه، نوضت فيه جهنمه. من قال له، قال له لا حنا كنجيو، حنا كنجيو عندكم. قال له انت اللي ما كتجيش، هذا الخلفي قال لهذا، قال له انت اللي ما كتجيش، انت اللي ما تكونش هنا. وهذاك السيد الناس مساكين ساكنين في القهوه ما عندهم لا خدمه لا يدما، وكتجبروا كاين اللي عندهم الاجازات وكاين اللي قاريين مجبروا فين يمشيو، مجبروا خدمه ودائما في القهوه. وجا الخلفي مره في 5 سنين قال لهذاك اللي في القهوه، قال له انت اللي جالس تما يتقهوى، قال له انت اللي لحقاش الاخر. مين قال له كتبانو مره في 5 سنين، الخلفي شعل ناض ناض فيه، تعرف الجمر الجمر الوجه ديالو. عادي نعاودو وتبعوا معايا الحدث الاخوان، حنا راه ما كتفوت لنا شي حاجه في هذا الشيء هذا. الحمد لله شفتوا هذه الكاميرا هذه، والله فضحتهم. نعطي لكم التحيه للشعب الحر المغربي، التحيه لكم. هذا ماشي الفيديو الاول اللي وصلنا، لا سواء هذوك اللي كيتمشاو راهم في الانتخابات في عديد ديال المدن، لا سواء اخ النوش بقاو يدوروا فيهم هذوك اللي مع اخ النوش. هذا الخلفي عاوتاني باش دير الخلفي هكا كيما قلت لكم، الشعب راه يقرقب عليك محمد السادس السفاح، الشعب راه يقرقب عليك هكا، راه يقول لك اعطيني الحق ديالي ما كيبانوش. هذا الانتخابات ديالك اللي كتصيفط لنا هاد الناس مره ل5 سنين، راه فقنا به، فقنا بهم، فقنا بهم هادو اللي مره في 5 سنين. حنا علاش راه دروك راه كتنوض وتهضر هكا؟ كنهضروا من كتشوف الشعب كينوض ويتحرك، من تشوف نوض الشعب وهضر مع الخلفي ودار في العثماني. العثماني يا الاخوان، العثماني، العثماني دار واحد التدوينه في الدوله المغربيه، واش مسموح رئيس الحكومه يخرج يدير الانتخابات حمله انتخابيه وسط الشرطه؟ واش باش تحميه الشرطه باش يدير ديك الدوره ديالو حمله انتخابيه؟ لا يقع في دوله في العالم. في الدولة المغربية العثماني المقلا قاستو بالشعب المغربي الحر اللي فاق، عرف ودائما فايق. ولكن وصلت الساعة، وصلت الساعة الحمد لله. انا من كنشوف هذا الشيء هذا كنخرج. علاش كنقول لكم راه ماشي يعني تكون نضال، حنا كاين اللي يقول لك راه انتم تدافعوا غير على الريف ولا تدافعوا غير هذيك، لا، الناس ديال الريف كيعجب لهم اللي يقول لك الكلمة ديال الحق فين ما كنت. ماشي من الضروره تكون من الريف عاد باش تكون مناضل ولا تقول الكلمه ديال الحق، لا. الاخوان ديالنا في الريف كيعجب لهم اي واحد يقول الكلمه ديال الحق. بل نقول لك المشيه اللي تمشينا معاهم حنا وعرفنا والمجتمع يعجب لهم اي واحد، وماشي يعني تدافع على الريف عاد باش تكون مناضل. اي بلاصه تسكن فيها في ديك الدوله المغربيه، اي بلاصه تنوض تفضح الفساد، رانا معاكم، رانا معاكم. وإلا خليتونا نقولوا الشعب المغربي الحر، لأن راه كتبرهنوا، لأن الشعب المغربي الحر راه كيبرهن. من كتخرجوا وكديروا هذا الشيء هذا للناس، من كديروا لهذا الشيء هذا لهذ المجرمين، ماشي الناس، لهذ المجرمين تاع محمد السادس، تما رفعت لكم التحية، والله التحية تاع الإكرام. من كديروا هذا الشيء وكتفيلمي وكتصيفطوا لنا والإخوان ديالنا وتديروا في الصفحات، الحمد لله 50 ثانية فوتوها عليه كحلة. الخلفي بحال اللي قرقبت على محمد السادس في الباب، كانوا يكذبوا بما قسم عليك الله بالإسلام، وهذاك ماشي هذا هو الإسلام، ماشي هذا هو الإسلام. الراشي والمرتشي كتفرقوا الفلوس في الانتخابات، بارك بالكذوب، الكذوب كملنا، سالينا بالكذوب،
الحمد لله كيعطيك الحرقه كتهضر بيها من كتشوف الشعب كامل ناض، واخا الحمد لله ماشي، ولكن راه جايه في الطريق. من كتشوف ناضوا لهيه وناضوا لهيه، عرف بلي الدوله بلي محمد السادس وقع له المشاكل، ماشي وقع له هو دار المشاكل وراه كيتخلص فيهم. كينوضلو في سيدي بن نور، كينوضلو لهيه، كينوضلو في اكادير، راه كتنوضلو في مراكش، ناضتلو في الاطلس، ناضتلو في العديد ديال الاماكن، ناضتلو. علاش؟ لان هاد الانتخابات ما جابوا والو للشعب، ما جابوا والو للشعب. ونحييكم الاخوان، الشعب المغربي الحر، راه كتقول نعاود نقولها، عندكم يقول لكم شي واحد راه ريافه يدافعوا غير على راسهم غير على الريف، لا، الريف الصح. اي واحد في العالم كيقول الكلمه ديال الحق رانا معاه، ونموتوا معاه، ونحطوا القلب ديالنا معاكم. الانفصالي هو محمد السادس، محمد السادس معاهم اخوتنا اللي كيفيلموا، وقال له غير كلمه، الاحرار شتوا واش بغينا نموتوا على الكلمه؟ كنز، ها هو الكنز. الا كان عندك محمد السادس، انت عندك الساعه ديالك دير مليار و200 والديامونت والقصوره، حنا عندنا هالكنز ديالنا، هاد الشعب الحر. من خرجوا في الماك بديك 50 سكوند هضره نوضت فيهم النار، الخلفي اللي كيخطب وتصور وراه الدوله ويخطب باسم الناطق الرسمي باسم الحكومه، وزير الاتصال ووزير هذيك ووزير هذيك سابقا وحاليا، وعادي يترأس وعادي يزيد ويخرج في الاخبار والدوزام والاخبار كاملين. ها هو الشعب كي دار له 50 ثانية. إلا كان عندك أنت الساعة ديال 50 نتاع مليار في اليد، حنا عندنا الحمد لله الشعب الحر، راه كيفيلميك. ها هو كيفيلميك الشعب، راه كيفيلمي غير 50 ثانية. واش يقول لك 5 سنين ال50 اللي كاتبانو الناس على دور العام في القهوة مساكن مجبروا على خدمة دبلومات إجازات، الناس قاريين وواعيين والحمد لله. ها هما راهم كيبيعوا الزريعة في القنت ديال الشارع، هما كيبيعوا الماطيشه في الشارع، وكيجي واحد المرده ولا واحد المخازني ويجري عليهم، يجري عليهم ويهز لهم الميزان، ولا يهضر يديوه للحبس، ويجي واحد المقدم ولا واحد الموسخ يدفع الهضره لواحد اللي قاري ومثقف في العقل ديالو. كتجي ومن كتقول لك انت علاش حنا كنقولوها ونعاودوا نثبتوها، نقولوها لكم، خوتكم في الريف كيموتوا، يموتوا على الكلمه ديال الحق، وانا شهاده افتخر بها. نموتوا عليك ما يعنيش تكون بالريف ولا تكون باش تقول الكلمه ديال الحق، اينما كنت غير قول الكلمه ديال الحق، غير قول الكلمه ديال الحق وتمشى، ربي ينصر الكلمه ديال الحق، الله تعالى سميتو الحق. كيفاش حنا نقولوا الكلمه ديال الحق ويجي واحد يقول انت مالك مع الاسلام؟ ها الاسلام، ها الخلفي وياك، المهم يقول لك انا اسلامي، العثماني يقول لك انا اسلامي، بن كيران يقول لك انا اسلامي، وفي نفس الوقت كيسنيو لكم، يسنيو مع كي سميتو مع التصبيع، كيسنيو مع التصبيع مع الصهاينه. شكون كيطلع مع الصهاينه؟ شكون كيطلع معاهم؟ شكون كيتبع مع محمد السادس؟ هادو اللي راكو تجريو عليهم. الحمد لله الشعب فاق، حسبنا الله ونعم الوكيل، اخويا حسبنا الله ونعم الوكيل. كنا كنتمنى ونقولوا يا ربي، كنا نقولوا تمشي وتصلي نهار الجمعة مور شي إمام، اليوم الجمعة تقول يا ربي نصلي مور شي إمام يقول الكلمة ديال الحق، يقول الكلمة ديال الحق ويقول لهم أودي ما تلعبوش بهذا الإسلام. واش المغرب كامل المرشحين كل شيء باللحية ديالهم ويدور بالفلوس مع الناس ويقول له قبض ما قسم لك الله؟ إيوا قبل باش قسم لك الله تعالى، إيوا غدا يجيب الله، غير قبض هذه اليوم ألا ما تقبضش. لعن الله الراشي والمرتشي واللي بيناتهم. ايوا هذه ما كتقولوهاش بصح كتقولوها، هذه المسكين وياكم، المسكين اللي كتعدموه بهاد الحوايج هادو وياك باش كتبينوا له. بصح هادو ما كتمشيوش عندهم، ما كتمشيوش عند هذاك اللي في القصر، نقولها لهذا الاسلامي اللي يدعي الاسلام، هذا الخلفي وهذا العثماني وهذا هذا الوسخ، نقول لكم ديال الدوله، علاش ما يمشيوش عند السفاح يقول له قسم، ولكن عند المسكين يقول له رضى بما قسم لك الله. محمد السادس ما يمشيش عنده يقول له، يقول له قسم مع الشعب ديالك، لا ما يمشيش، كيقول له انت ربي رزقك، ويمشي عند المسكين رضى بما قسم لك الله. نفوتوا لكم عاوتاني الفيديو الاخوان، الموت ولا المذله الاخوان، الموت ولا المذله، غادي نفوت لكم الفيديو من جديد الاخوان. عجبني الحال الحمد لله، عجبتني الكلمه ديال الحق.
عجبتني الكلمه ديال الحق اينما كانت، درتها في سيدي بالنور راني معاك في سيدي بالنور، درت الكلمه ديال الحق في اكادير راني معاك في اكادير، قلتها في الحسيمه، قلتها في الناظور، قلتها في الرباط، قلتها في الدار البيضاء، راه حنا معاكم في الجزائر في الصحراء فين ما كنتو. ومع حنا العلم حنا عارفين واش تواقع في الدوله المغربيه، هذا الشيء هذا كيوثق باللي داك المجرم ديال الخلفي اللي كيهضر بالسميه ديال محمد السادس، واللي كيهضر بالسميه ديال الحكومه، واللي كيهضر الشعب شوف واش تدار له، الشعب شوف واش تدار له. ها هو الشعب الحر، ها هو الشعب، ها هو الشعب ناض لك محمد السادس، شوف واش راه جاي لك، شوف واش راه جاي لك. العثماني ما قدرش يخرج، قال لك خص نديرو الشرطه للعثماني باش يخرج يدير حملات انتخابيه. كيف يعقل؟ كيف تكون عنده هذا الصلاحيه؟ خايف، علاش خايف؟ دايرها كحله داك الشيء وداك. وهذا الخلفي هذا نعطي لكم واحد الحاجه، حنا الحمد لله كنشوفوه ونديروا الدراسات، الدراسه ديالو للشعب لهاد الفيديوهات. مين دخل القهوه وبغى يكذب، واحد قال له 5 سنين، قال له نتايا، نعاود لكم اللي ما عارفش الخلفي، اللي ما عارفوش هذا الخلفي، غادي نقول لكم شكون هو هذا الخلفي اللي راه يبان لي الاخوان عاود ثاني يدخلوا. هذا الخلفي هذا واحد المجرم كان يحسب راسو يكذب على الشعب وصوتوا عليه، ولا يعني هو الناطق الرسمي ديال الحكومه. مين دخل لهاد البلاصه هذه عاود ثاني اليوم مشى يدير الحملات الانتخابيه، واحد قال له، قال له انتم تبانوا غير 5 سنين لخمس سنين وحصل، ما قدرش يجاوبه الخلفي، ما قدرش يجاوبه للشعب. ها ولاد الشعب الله يحفظكم، الله يرحم لكم الوالدين، بز عليكم. ولد الشعب قال له عقدوا بهضره، عقدوا. ها 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 الكنز، ها الكنز، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. النور نتاع الله تعالى راك فوق الارض، ما تقدرش تقطعوا الكلمه ديال الحق، راه نور الاخوان، الكلمه ديال الحق. قال له ما تبانوش 5 سنين جهل. العثماني قال له انت اللي ما كتبانش، انت اللي ما كتجيش. وهذاك السيد تما في ديك المرقه الرسميه على حساب ما كتشوف. واش تدار العث، واش تدار هذا الخلفي، واش تدار الناطق الرسمي ديال الدوله المغربيه؟ واه واش تدار؟ قبض البوق، قال لهم جيبوا لي البوق، بقى يدير هكا، جابوا له البوق، قال لهم الحمد لله رب العالمين، وبقى صافي دخلوا صافي. الناس والمجمع صافي باش يسكتوا، باش يسكتوا عباد الله، يقرا عليه الحمد لله. ايوا انا نقول لك الحمد لله، والله يجعل الله تعالى يكتبها لنا بكل حرف حسنه الا كانت بيننا وبين الله تعالى. بصح باش تسكت الشعب بالحمد لله وبالقران باش تسكت به الشعب؟ لا 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 لا، ما يمكنش، ماشي هذاك هو الاسلام. الاسلام الله تعالى ما قالكش سكت عباد الله، سكت الكلمه ديال الحق بالقران. لا، الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله هما المجرمون. غادي نفوت لكم الفيديو، سمعوه مزيان وتمعنوا الاخوان، شوفوا واش عادي هذاك 5 سنين وبقى يفيلمي. ولكن واحد تما نحييه ديال بصح، ناض الاول مين قبض بغا يثبتهم بهذاك وباش يهضر بالميكرو، اوقف الاول وقف الزوج وتبعوه، خرجوا الناس، خرجوا، خلاوه خلاوه تما، خلاوه الخلف يعقدوه. ها هي تفرج الاخوان، تفرج أو مناظر الناس. شوف شفتوا ولا؟ غادي نعاودوا له واحد الشويه، نعاودوا له الفيديو الاخوان، يعجب لنا الحل، الكلمه ديال الحق. حل واحد هو اسقاط المهلكه، واه الاخ مولاي محمد، واسقاط المهلكه، اسقاط السفاح، اسقاط السفاح محمد السادس ما صالحش، امير المؤمنين صهيوني متصيد، امير المؤمنين الطياير ديال الصهاينه راهم ينزلوا عندك،
وزير الدفاع ووزير الخارجية راهم ينزلوا عندك. هو الشعب والله الا عقدوا عقد عقد الخلفي. الشعب الحر، نحييكم الناس يا سيدي بالنور، نحيي الشعب المغربي الحر، واه نحييكم. هاد الخدمه اللي درتو له تعطيو الكوراج بنادم يزيد يدافع عليكم، وحنا عمرو ما نحبسو، ما نحبسوش ميحد راه يحكم داك السفاح في الرجال، ميحد راه يحاكم داك السفاح في النساء الاحرار، ميحد راه يحكم داك السفاح في النساء الاحرار، ما نكونوش هما هادوك. يرحم. شكرا للاخوان، غنقول لكم الكلمه ديال المعقول اللي كيقول لك شكون شكون نتوما وعلاش كديروا هاد الخلفي. راهو هاد الخلفي غادي نقول لكم الفرق، شوف الفرق، نتوما ميزوا بالعينين ديالكم، شوف فين وصلت. غادي نمشيو حنايا نوريو لكم باش ما يقولوش الناس راهم يهضروا عن، اسمحوا لنا الاخوان. عندك هاد الخلفي، غادي نمشيو له. شوف الخلفي سابقا، ماشي حنا راه ما نضحكوش على الخلق ديال، شوفوا كي كان سابقا وشوفوا دروك. شوف الخلفي، هذا هما اللي كيتمسكنوا ويضحكوا على عباد الله، هذا هو راه نفس الشخص. غادي نفوتو شويه، كاين اللي يقول لك حنا ما راناش نضحكوا ولا على الناس ولكن الفعايل ديالهم. شوف ها هو عاوتاني الاخر، شوف كي كان، اسمحوا لنا، شوف كي كان، شوف كي ولا، شوف كي كان، ما كانش عنده حتى الفلوس ديال الكوافير باش يمشي يحسن بهالطريقه هذه. كاين اللي كيقول لك علاش فوت هاد التصاور الاخ، غادي نقول لكم علاش فوتنا. هذا السيد هذا شوف فين ولا يجلس، شوف البلايص ديالو، شوف التصويره ديالو قبل وشوف التصويره ديالو بعدا ندلعو هاد العلم ديال اليوتي. شوف ولا لك هو الفتاين سالي ديال الميزيريه، نسى من كان في وسط الشعب مدسوس ويكذب على عباد الله وما قال له ورضى باش قسم لك الله. اوصلت الساعه ديالكم المجرمين، الشعب فاق بكم، ما بقى والو. هو نعاودوا له الاخوان، اسمحوا لنا. نعاودوا لكم من جديد، عجبني الحال هذا الفيديو بزاف. من كتشوفوه هنايا هذه الدخله ديالو في نفس المكان، اسمحوا لنا. هنايا من ناضوا، صافي ناضوا الناس بقاو يخرجوا. غادي نعاودو لكم، او قال له تما، قال له عادي تبانو غير 5 سنين لخمس سنين، ها هي شعلت فيه النار. شوف 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 كي بقى يزكي، شفت مين كيكون عندك، علاش كانت عنده القوة ويزكي على الشعب؟ لحقاش عارف راه معاه الشكامة ومعاه المخزن ومعاه الشرطة لهيه ومعاه ملهيه ومحضي وعنده الحصانة، ولكن ولد الشعب خرج له الهضرة. الميساج وصل، الميساج وصل للإخوان اللي كيقول لك راه نتوما تهضروا راه هذاك أمير المؤمنين. وحنايا غادي نوري لكم واحد التصويرة، واحد الفيديو، نتمنى من الله تعالى نتلاقي الى تلاقينا واحد الفيديو هنا. اسمحوا لنا الاخوان، اوك. المهم بغيت نفوت لكم واحد الفيديو تاع هذا اللي كيقول لك اودي راه انت يا كتهضر على امير المؤمنين. غادي نوريو وريو الاخوان ديالنا امير المجرمين. سمحوا لنا الاخوان الى تلاقينا مع هذاك الفيديو، ولا ما تلاقيناش سمحوا لنا. ها هو جبرناه، غادي نوريو لهم امير المؤمنين. لحقاش شي واحد كيكتب لك عاش السفاح، غادي نوريو له
غادي نوريو له امير المجرمين في المسجد. شوف امير المجرمين غادي نوريه لكم في الجامع. ها هو هذا محمد السادس في المسجد. في المسجد شديك بديك اللغة في المسجد بيلا ما كيشوفش ما كيشوفش في المسجد. راني نقول لكم ها هو وشوفوا انتم احكموا الاحرار. شوف غادي نعاود لكم الفيديو. هذه اللي كتشوفوا فيها هنا هو بغى يسلم عليه دار وزير الاوقاف والشؤون الاسلاميه. دار من دار السفاح محمد السادس ضرب الحيط قاس الحيط. سمحوا لنا الاخوان فوتنا لكم هذا الفيديو. لابد نعطيو الكلمه ديال الحق. من كتشوف الاحرار احرار المغاربه الاحرار اللي فوتوا هذا الميساج اللي فيلموا هذا الخلفي هذا اللي جراو عليه بالمقهى والله العظيم باص عليه. ماشي نقولوا جراو عليه بديك ديك الطريقه ديال المخزن ديالهم لا، بواحد الطريقه عقدوه عقدوه. دخل يكذب عليهم يكذب عليهم كيما العاده. قال له واحد قال له ما كنشوفوكمش غير 5 سنين. الخمس سنين ناض فيه الحي حي صافي. قاسلو قاسلو ديك كيما نقولوا الشوكه الشوكه اللي كتقرحو. قال له هذا الكذوب هذا صافي بان غير بديك الهضره. ناضت فيه جهنم. قال لهم جيبوا لي البوق. قبض البوق قال الحمد لله رب العالمين. وياك وياك وتكذبوا الحاجه اللي جبرتو من كتحصلوا كتدخلوا القران تما وياك كتدخلوا القران. والله تعالى فوق كلش. الله تعالى سميته الحق. والدولة إرهابية الإخوان ماشي الدولة تسمعوا دولة. محمد السادس إرهابي وهذو اللي يخدموا مع هذه الجماعات هذو راه نقول كاملين إرهابيين. راه ما كاينش شي إسلام تسمعوا الإسلام ديال بصح. هذو راه ما كاين حتى شي حاجة. لو كان كان عندهم الإسلام ديال بصح ما يوصلوش لهذه الفضيحة. لو كان كان الإسلام ديال بصح يحكموا بالعدل يحكموا بالعدل ويعطيو للشعب الحق ديالو. وما كيعطيو للشعب يفوت عليه. ما قسم عليك الله ما كتب لك الله اي ورده باش قسم عليك الله. ايوا انت فين عرفت انت يا انا عندي عندي انا يا الفوسفات تحت الارض وعندي الذهب وعندي المحيط الاطلسي وعندي البحر الابيض المتوسط وعندي وعندي السهول وعندي الهضاب وعندي وعندي. وتقول لي انت رضا باش قسم لك الله تعالى. ربي عطاها لنا قسم لنا ربي بالحق عطاها لنا ربي. ونقولتها ونعاود نقولها. عطانا الفوسفات في المغرب عطانا في الجزائر الغاز عطانا في الدول الاخرين فين كاين الدياموند دول فيها الذهب. كل بلاصه واش فيها كل بلاصه واش فيها. ولكن من ينوض واحد السراق بحال هذا السفاح هذا ينوض يدير لك السوايع ويدير لك القصوره ويشري لك. هما القصوره الشعب المغربي الحر هما القصوره راهم مرميين في فرنسا ما ساكن فيهم ما والو ما ساكن فيهم ما والو غير يشري. علاش ما ضربش حساب الشعب؟ لو كان كيضرب الحساب الشعب والله ما يدير داك الشيء هذاك. ما على بالوش بالشعب. واش تا كيتفكر كيتفكر عيد العرش والعرش الرحمن وعلى العرش استوى. قلناه ونعاودو الرحمن وعلى العرش استوى ماشي محمد السادس هذاك الشرك هذاك. ولكن ملي كيوصل داك العيد ديالو كيخرج يخطب ويقول لك جدي المقدس وابي المقدس وابي المهديك ويبقى يكذب. ولكن الشعب اللي مات في البحر ما كيخرجش. 14 مره اللي عطى لها اللي عطى لها داك السم هذاك في اكادير ولا ما ناضش هضر عليها. دوك 30 ولا 40 واحد اللي ماتوا في طنجه في الخدمه مساكين بضرب غرقوا ما ناضش هضر عليهم محمد السادس. هجرة جماعية ما يهضرش عليها محمد السادس. من كيخرج محمد من كتنوض انت تهضر درك يقول لك انت يا راه هذاك امير المؤمنين. ذاك الفيلم ديال امير المؤمنين وليتو ولاو يكتبوا غير في الميساجات لتحت. شكون كيكتبوا؟ المخابرات المغربية. اما الشعب المغربي الحر فاق ابقاو غير المخابرات اللي بقاو يزرنوا. علاش؟ من كتشوف الناس كتخرج وكتفيلمي هاد العثماني وكتفيلمي هاد الخلفي وهاد الناس اللي كيديروا الحملات الانتخابية صافي فاقوا بهم. يعني المساند الرسمي ديال الانتخابات في هاد الساعة هو محمد السادس. ودائما محمد السادس السفاح
هو المساند الرسمي ديال هاد الانتخابات. علاش؟ وياكم في الخطاب الهلكي الاخير قال لهم اودي ها هو اش كاين الانتخابات، الشعب خصو يدير الانتخابات، المجرم المجرم انت اللي كتعين. كاين شي دوله فيها غضب ملكي زلزال ملكي؟ مين كتسمع ما نعرف، مين كتسمع شي بلاد تقول له راه عندنا زلزال ملكي في المغرب يبقى يمكن يبقى بنادم يضحك عليك. علاش؟ واش هذا الشيء هذا زلزال ملكي؟ مين كتفهم حنايا عارفين باللي محمد السادس راه شي فضيحه وقعت له تما وعادي الاستقاله، هو عادي يخرج اللي بغى، هو اللي رجع وزير اللي العميل، هو عارف شكون عادي يولي عميل، هو عارف شكون عادي يولي كيما نقولوا برلماني وزير، هو اللي كيعين محمد السادس السفاح السفاح بهذه الكلمه هذه. الرحمن على العرش استوى، ماشي محمد السادس على العرش استوى. ديك الخطبه ديال عيد العرش حرام محرمه. فين راكم اصحاب الدعوه اللي كتعرفوا تقولوا حنا الدعوه ونشروا الاسلام ونعرش، ولكن الدعوه فاش كتخرجوها غير من تجيو؟ فين راكم العلماء؟ اين انتم ايها العلماء؟ اين انتم ايها العلماء؟ علاش ما كتخرجوش؟ علاش ما كتخرجوش وتقولوا الكلمه ديال الحق في هذه الانتخابات وهاد المجرمين اللي كيفرقوا تقول لهم على الرشوه اللي قلنا لكم؟